للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية دكتور صفي الدين حامد. دكتور صفي الدين حامد، بداية مرحبا بكم. ماذا يعني انتخاب نانسي بيلوسي الديمقراطية رئيسة لمجلس النواب الأمريكي للمرة الثانية؟ نعم، معنى هذا أنها سيدة مخضرمة، سيدة معروفة، ولها يعني أولا هي ليبرالية، ديمقراطية ليبرالية، وتحمل وراءها يعني ذخيرة كبيرة من المهارات في المراوغة السياسية وفي المصادمات أيضا. هي سيدة تبدو أنها يعني رقيقة، لكن هي فعلا يعني هتبقى خصم عنيد جدا، ويعني ستتحدى وتحدت فعلا من أول يوم، من أول نفس، من بعد حلف اليمين، يعني تواجه الرئيس ترامب بأنها ستواجه كل شيء هو ذكره، والحزب الديمقراطي ضده هيحاربوه على جميع المعارك. وطبعا أعلنت من ساعات قليلة هنا أول معركة هتبقى الأخلاقيات في مسألة الذمة المالية. هي حاليا بتمرر أو ستمرر مع الحزب الديمقراطي اللي هو طبعا عنده الأغلبية، ستمرر موضوع أن لازم الشفافية الكاملة في الذمة المالية التي لم يصرح بها حتى الآن الرئيس ترامب، وكان المفروض في العادة أنه يصرح بها يا إما في أول يوم من حكمه يا إما قبل حتى دخوله البيت الأبيض. هو لم يصرح إلى الآن، ولا نعرف إذا كان دفع ضرائب أو لم يدفع وكم دفع وهكذا. فهي بدل ما هتبقى عملية اختيارية لكن أو عرف جاري، هي ستصبح قانون. نعم، بما تفسر تصويت بعض الجمهوريين ضد مرشحي حزبهم؟ طبعا دي مواقف، يعني أخذ مواقف علنية حتى يحموا نفسهم من تصرفات الهوجاء الغير عقلانية لهذا الرجل، حتى ينقذوا نفسهم هما. يعني كل عضو في الكونغرس سواء من النواب أو من الشيوخ، أهم شيء عنده أن يجدد الانتخاب تبعه يعني. وطبعا هؤلاء أمام امتحان بعد سنتين، يريدون أن يثبتوا للناخبين في ولاياتهم أو في يعني المقاطعة التي يمثلونها أنهم لا يستطيعوا ولا يحبوا أن يدعموا أشياء يعني إلى حد كبير غير عقلانية، اللي هي بيجيء بها ترامب في أحوال كثيرة واتجاهات يعني فيها خطورة. بيلوسي أكدت أنها تعرف طريقها جيدا في التصدي للتحديات المقبلة في مواجهة الرئيس الجمهوري، يعني إلى أي مدى تعتقد أن ترامب سيواجه أياما عصيبة؟ أنا أعتقد أنه يعني حتى ما نحطهاش في المستقبل، إحنا بنقول أنها بدأت فعلا. يعني أنا ذهلت من أن لم يعني بمجرد إتمام القسم كانت هذه السيدة بدأت الصدامات مع وعندها حالة من الاصطفاف في الحزب معها، سواء في مجلس النواب الذي يعني هي الآن متحدثة باسمه، أو حتى من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. وقفوا يعني اصطفاف من أول يوم، والليستة أو القائمة التي أعلنت عنها بتقدمها مرتبة ومحددة ومدببة. أنا عاوز أقول هناك يعني حديث واضح. نعم واضح دكتور صفي الدين حامد. هناك حديث أيضا بين الديمقراطيين حول ترتيبات لعزل الرئيس، وهو ما عبرت عنه النائبة رشيدة طيب. هل من معلومات حول نية لطرح الديمقراطيين إجراءات فعلية لعزل ترامب؟ لا أعتقد هذا أولا، عاوز أقول كده، وكنت أتمنى أن لا تقول هذا السيدة رشيدة، أنا لا أعرفها شخصيا، لكن أتمنى لها كل نجاح وكل يعني ثبات في، لأنها يعني بتمثل رمز كبير لنا كلنا في الأمريكيين العرب والأمريكيين المسلمين. لكن أعتقد أن ده ليس هو الشاغل، ولا حتى يعني المؤيدين ل يعني الكثير من الأمريكيين يعرفوا جيدا أن ليس الهدف هو إسقاط ترامب شخصيا، لأن دي مسألة يعني هتأخذ وقت طويل جدا وهتأخذ جهد شديد،
لكن من الأسلم والأعقل أن ننتظر حتى يكون المحقق الخاص اللي هو بوب ميلر يقدم التقرير بتاعه، وهذه مسألة أسابيع قليلة، يعني يمكن 5-6 أسابيع سيقدم. إذا كان في فعلا مخالفات قانونية على هذا الرئيس، يبقى ليس في، يعني لا يوجد عضو في الكونغرس زي رشيدة أو عضو في الشيوخ غير أي ديمقراطي أو جمهوري آخر سيتوانى عن المطالبة بعزل الرجل. لكن إحنا لا نضيع الوقت، هو أهم شيء إن إحنا نراجعه ونقلب الأجندة السمجة التي جاء بها أو فيها تعصب وفيها كل شيء. الدكتور صفي الدين حامد من واشنطن، رئيس المركز على العلاقات المصرية الأمريكية، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.